المحاور الأساسية لميثاق الأغلبية الحكومية الذي وقع عليه زعماء أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية كوثيقة تعاقدية تشكل مرجعا للعمل الحكومي، والأهم التزامها الواضح أمام المغاربة. أردنا أن نحدث من خلال هذا الميثاق نوع من التعاقد القوي بين الأحزاب الأربعة، وهو ميثاق كما ستطلعون عليه يؤكد على المرجعيات الأساس التي ننطلق منها في عملنا، وهي مرجعيات مستوحاة من الدستور، وتهدف إلى أن نعمل على التنزيل السليم لمضامين هذا الدستور. الميثاق أكد على ثوابت الأمة كما هو منصوص عليها في الدستور، والتشبث بقيم الانفتاح والتسامح والحوار، كما تضمن مجموعة من الأهداف بدءا بخدمة المصالح العليا للبلاد، مرورا بتعزيز المد الإصلاحي والاختيار الديمقراطي، وانتهاء بدعم التضامن بين مكونات الأغلبية في انتظار الكشف عن الهيكلة الحكومية. وبطبيعة الحال أرجعنا الحديث عن حصة كل حزب من هذه الهيكلة والأسماء التي ستتولى هذه المسؤوليات. ملامح الحكومة المقبلة أو بعض منها من المنتظر أن تظهر في الأيام القليلة المقبلة.